دولة لا بتحترم شعبها ولا بتحترم حالها، وما في أمن وما في شي بالمرة. في عالم كتير بحاجة لأكل ولشرب ولطبيبة ولكهرباء ولمي. دولة فاشلة بكل معاييرها، ما بدنا إياهم كلهم. عنا أولاد عم نطعميهم ما عم نلحقلهم، عنا حكمة، عنا هالشغلة. المفروض هن يحسوا بهالشعب، يحسوا بهالفقراء. أنا رح يحلبوني أولادي، فهلين اتنيناتهم، حرموا هالولاد كلياتهم، حرموهم مستقبلهم. نحن جوعانين، نحن جوعانين، مستشفيات ما في، ما في حكمة، ما في أدوية، ما في مدارس، ما في شيء. بيحلوا عنا أولاد. في ناس أصلاً ما قادرة تاكل خبز، في ناس أصلاً ما معها تجيب الدواء، في ناس عن جد عم بتموت على باب المستشفى. وجعن هني وجعن. البلد بطل عنا أمل فيه. لازم يفهموا إنه هالشعب ما بقى بده يقوم. يعني عم يضحكوا على الشعب كله. ساعات الحسم بديت والتغيير آتي لا محال. الحكومة المستقلة هي مطلب أساسي للساحات. حكومة مستقلة تمثل الشعب بكل حرية. حكومة مستقلة مش تابعة لأي حزب.